نظمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع شركة فيريتاس الرائدة في مجال التكنولوجيا والبيانات الضخمة عبر السحابة ورشة عمل حول مبادرة الهيئة لسياسة النسخ الاحتياطي للأنظمة الحكومية. نعم، تهدف هذه الورشة إلى استعراض مبادرة استحداث سياسة النسخ الاحتياطي في الجهات الحكومية لتحقيق الحماية اللازمة لأصول البيانات والمعلومات في الأنظمة الحكومية ومراكز التخزين وجميع الخوادم التي تملكها لضمان ديمومة سير العمل عبر توفير نسخ احتياطية ومفيدة عند الحاجة إليها، مما سيساهم في توفير إطار موحد لتحقيق عملية النسخ الاحتياطي من خلال توفير 3 نسخ احتياطية على 200 مختلفتين مع الاحتفاظ بنسخة خارج المؤسسة لضمان سلامة الأنظمة الحكومية ومنع فقدانها. خلال الورشة تم استعراض استراتيجية النسخ الاحتياطي والمواقع المتاحة المحددة للاحتفاظ بالبيانات، حيث ستتولى الهيئة مهمة إطلاع الجهات عليها. إلى جانب ذلك، فقد تم تسليط الضوء على الممارسات المعمول بها لإجراء هذه الاستراتيجية. يأتي هذا اللقاء طبعا ليجمع كل الجهات الحكومية من أجل تنفيذ مبادرة خاصة بسياسة النسخ الاحتياطي. اليوم طبعا برنامج عمل الحكومة ارتكز على 3 مبادئ، أهمها طبعا مبدأ الاستدامة واستمرارية الأعمال. فاليوم طبعا مبادرة النسخ الاحتياطي تأتي على أساس تدعم استمرارية الأعمال، لتكون كل جهة حكومية قادرة على استمرار عملها في حال مثلا حدث لو سمح الله أي طار أو كوارث. هذا شراكة صلنا نشتغل عليها 4 سنين، احنا عملنا تيستينج عليها، عملنا كتير شغل تحضيرات الموضوع، وبالاخر انه توصلنا مع IGA وسم اوف ذا جوفرمنت انتيتيز توصلنا على نقدر نوصل لهالشراكة. هي بتخلي كل الدوائر الحكومية تقدر تستعمل تكنولوجي واحدة، وهالتكنولوجي بيقدروا يحفظوا المعلومات تاعتهم بروتكشن من اي نقول نحن رانسومير اذا صار، وباك اب على وان سورس اللي هو IGA. من أهمية الحفاظ على أمن البيانات أو الحفاظ على البيانات بصورة عامة أنها بتكون عندنا استمرارية في البيانات اللي موجودة في المملكة. يعني إحنا سمعنا عن كوارث ممكن تصير في أي دولة أو أي منشأة تقنية، فمن المهم أن إحنا تكون عندنا نسخة احتياطية من جميع المعلومات اللي بتكون موجودة لأي جهة حكومية، وهاي بيساعد على استمرارية العمل في الجهة.